العمل تاع الهلال الاحمر الجزائري في السياسه تاعنا هو عمل افقي، احنا نوصلوا لاكبر شريحه ممكنه لكل واحد يتعلم من عندنا حاجه، غدوه اذا قدر الله كانت كاينه كارثه ولا كان واجب ان ندخلوا حتى في دول الجوار ولا في دول بعيده، يكون عندنا اشخاص مكونين مؤهلين انهم يقدموا حاجه بطريقه علميه وبطريقه مدروسه ودون انه يعرضوا حياتهم للخطر ويعرضوا حياه الاخرين للخطر. قمنا بالصباح بمحاضرات وفي المساء لدينا ورشات تكوينيه حول الاسعافات الاوليه وكذلك ورشات حول تسيير الكوارث. وتعلمت بزاف حوايج من الهلال الاحمر، مثال الاسعافات الاوليه نعاون العباد اللي يكونوا في حالات صعبه، الهلال الاحمر هي مساعده دينيه ودنيويه.